العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، قد رحلوا في الفلك العالي، في الأرض لهم عقل يرحل، قد وفق رب علماء قد جعلوا دنيانا أجمل، قد وفق رب علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. شكرا، صفق عليك. بارك الله فيك، صفقوا عليها. حميد بن بدر هو العلامة الإمام عبد الحميد بن بدر، ولد سنة 1889 ميلادي، وتوفي سنة 1940 ميلادي، من رجالات الإصلاح في الجزائر، ومؤسس جمعية العلماء المسلمين بالجزائر، ورائد النهضة الجزائرية، وأحدى رجالات الجزائر الصامدة وعظمائها. جديرا بنا أن نذكر عبد الحميد بن بديس كلما أظلنا يوم العيد 16 أبريل، فلقد كان رحمه الله أمة وحده، وقد وهب حياته في خدمة الجزائر، وكرس حياته في العلم والمعرفة وبالاتصالات بالكبار العلماء. عمل على نشر العربية والإسلام وجميع موقمات الشخصية الوطنية. جيد، سافقوا عليها. عبد الحميد بن باديس، كان عبد الحميد بن باديس من أحد علماء المسلمين، اسمه الحقيقي عبد الحميد بن محمد بن مصطفى بن المكي بن باديس، ولد في مدينة القسطنطينة يوم الجمعة 4 ديسمبر 1889 ميلادي، أما الهجري 1808، وتوفي 8 ربيع الأول 1959 هجري، والميلاد يوم 16 أبريل 1940، ودفن في قسطنطينة وكان يلقب بالعظيم، وإنه عالم جزائري كان خبير علوم الفيزياء، وختم القرآن، وبعد وفاته 1940 إلى غاية قيام الثورة الحرية 1954. شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال هذا عن أصله أو قال مات فقد كذب. صفقوا عليه. من ذاق ظلمة الجهل أدرك أن العلم نور. لا يزال المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه فقد العلم فقد الجهل. بارك الله فيك. غردي معنا أطيار، حلقي من فوق غيوم، وانظري معنا أزهار، يومنا نور وعلوم، واهتفي العلم نور، ابن بادي سينادينا، استقيموا واتحدوا، وارفعوا للعلم رايات، هيا جدوا واجتهدوا، بالعلوم نرتقي وبها تزهو الدنيا، على ضياها نلتقي وفي رباها كم نحيا، يا إلهي وفقنا ويا رب زدنا علما، نرجو رضاك عنا والنجاح لنا دوما، والنجاح لنا دوما. صفقوا عليها.